نعم. شيخ حفظك الله، حكم شيخ الدخان الخارج من النار عند الصوم يا شيخ إذا دخل الجوف، هل هو مخطر يا شيخ؟ هو لا، كيف إنسان شاب ضوء يصلح عشاء ولو في خير ما أعرف. المحذور ما يفعله بعض الناس إذا تطيب في البخور جعله إلى أنفه ثم استنشقه، هذا هو المحذور، لأن الدخان يصعد إلى خياشيم وربما ينزل إلى المعدة. وأما إنسان مثلا يبي يتطيب عادي، حتى لو قال هكذا بغطرة على الطيب فلا بأس. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يظنون أن الصائم ما يتطيب، وهذا غير صحيح.